أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. تم إجراء الإسعافات الأولية وطلب الصور الشعاعية. استشهاد 10 وإصابة آخرين من عمال حقل الخراط النفطي في اعتداء إرهابي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة أم الفحم. وبسكوف، المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن ستجري عبر الفيديو ولم يحدد موعدها. أهلا بكم من جديد. استشهد 10 عمال من موظفي حقل الخراط النفطي وأصيب آخرون باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي. الإسعاف الجراحي مشفى الأسد بدير الزور بقصة إصابات بشظايا متعددة منتشرة في منطقة الصدر والكتفين والبطن. تمام، وتم إجراء الإسعافات الأولية وطلب الصور الشعاعية والتحاليل اللازمة. في حالة توتر وخوف بادي على وجه المريض طبعا، بس الحمد لله يعني طمنا، وضعه مستقر الحمد لله، وإن شاء الله أموره بخير والحمد لله على سلامته، والله يرحم الشهداء ويشافي جرحهم. وفي مدينة دير الزور تم افتتاح سكن الأطباء الجديد وقسمي العناية المركزة والجراحة العظمية بعد إعادة تأهيلهما في مشفى الأسد. شهد مشفى الأسد في محافظة دير الزور افتتاح سكن جديد للأطباء وقسمي العناية المركزة والجراحة العظمية بعد إعادة تأهيلهما، وذلك خلال زيارة وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى المدينة. نحن في وزارة الصحة نعمل منذ أكثر من سنة على إعادة تأهيل الكثير من المواقع الصحية والمشافي لإعادتها للعمل في أقرب وقت ممكن. في هذه الزيارة تم إحضار مجموعة من التجهيزات الخاصة والتجهيزات التي تدعم عمل القطاع الصحي، منها 20 سرير عناية مشددة، أجهزة مونيتور للمراقبة، وكميات من الأدوية. تم رفض منظومة الإسعاف اليوم أيضا بثلاث سيارات إسعاف جديدة لتأمين عمل منظومة الإسعاف في محافظة دير الزور. تم الاطلاع على ما تم ترميمه. وضمن جولته اطلع الغباش على احتياجات أقسام الهيئة العامة لمشفى الأسد وعلى جاهزية منظومة الإسعاف في المحافظة بشكل عام، كما تفقد المعهد الصحي بعد إعادة تأهيل بنائه. مخبر الصحة العامة راح يقدم خدمات ممتازة جدا للمحافظة. المخبر محسوب حسابه بأجهزة كثيرة، من ضمنها جهاز PCR لتحليل الكورونا، بحيث أنه يصير التحليل عندنا بدير الزور والنتائج بنفس اليوم تطلع، ما نعود بحاجة أن نبعثها لدمشق. تفقد السيد الوزير، افتتح السيد الوزير كمان محطة الغازات بالهيئة العامة لمشفى الأسد، تفقد قسم الكلية، تفقد قسم الحواضن، تفقد العنايات وقسم العمليات بالهيئة العامة لمشفى الأسد، وتفقد المستودعات. حاليا يتم تعبئة 100 اسطوانة اكسجين يوميا، والتخلي عن المستودعات الخاصة بالاكسجين. طبعا كما تم افتتاح وتدشين قسم الجراحة العظمية والعناية المركزة العصبية. تأتي هذه الجولة حرصا على متابعة ودعم القطاع الصحي بمحافظة دير الزور الذي تعرض للكثير من الأضرار نتيجة الحرب، وما يزال العمل على تزويد القطاع الصحي بالكوادر الطبية والتجهيزات والأدوية اللازمة مستمرا. يعاني أهالي ما يقارب من 30 قرية في ريف الحسكة الشرقي من انعدام شبه تام للخدمات، وسط مطالبة بالحصول على محروقات للتدفئة والمولدات وتخصيص معتمدين للحصول على الخبز وتعبيد الطرقات.
تحكي هذه الطرقات والأشجار واقع حال قرى ريف الحسكة الشرقي الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والتي تعاني من انعدام شبه تام للخدمات. ورغم حصول مزارعي ريف القامشلي في القرى الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش على منح من البذار والأعلاف والمحروقات مع غيرها من خدمات، إلا أن أبناء قرى ريف الحسكة الشرقي لم يعرفوا الدعم الحكومي منذ سنوات مع مطالبات بالحصول على هذا الدعم. احنا نريد معاملتنا مثل معاملة المنطقة تحت سيطرة الدولة بالقامشلي. ما عندنا بذار، ما عم يجينا بذار، ما عم يجينا مازوط، ما عم يجينا خبز، معدومين من المواد الأساسية هاي وواقفين، يعني لا حول ولا قوة. حتى لا أعلاف، أنتوا أعلاف؟ أعلاف ما يجينا أعلاف خالص، لا يعطونا لا خبز لا مازوت. مازوت الله وكيلك الساعتين عندنا بيار الجري كلها واقفة خالص، ما حدا يسقي، الغنم موتت من الجوع. بذار ما بي، لا بذرنا مثل العالم والبشر، يعني لا خبز لا كهرباء لا مازوت، يعني كل شيء واقف. هو يطالب الأهالي بالخدمات من تعبيد للطرقات والحصول على محروقات للتدفئة والمولدات كحال أحياء وسط المدينة، مع تخصيص معتمدين للحصول على الخبز. محرومين من جميع الخدمات، ما أصعد الطريق هذا شوفت عينك، يعني ما بده تزفيت، خبز ما بي، كهرباء ما بي، ضعيفة جدا حيل، يعني نعاني من قلة المازوت ونعاني قلة الخبز، يعني من أشياء كثيرة يعني محتاجين احنا، يعني المازوت هسه احنا بحاجه ماسه الى المازوت. نحو 30 بلده وقريه وتجمعا سكانيا في ريف الحسكه الشرقي تنتظر مساواتها بقرى ريف القامشلي وتقديم ما امكن من خدمات في ظل الظروف التي تعيشها المحافظه. ايهم مرعي لقناه سما، ريف الحسكه. يستمر قطع المياه عن مدينة الحسكة لليوم الثامن على التوالي جراء تعديات على خطوط التوتر الكهربائي المغذية لمحطة مياه علوك من قبل مرتزقة الاحتلال التركي. وفيما تستمر الجهود الحكومية لإعادة تشغيل محطة علوك، أكد مصدر في المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة استمرار التعديات على خطوط التوتر الكهربائي المغذية للمحطة، ما يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن المحطة. إلى ذلك تستمر المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الإنسانية بتأمين احتياجات الأهالي في مدينة الحسكة من مياه الشرب. أعلن جورج قرداحي وبشكل رسمي استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، معللا هذه الخطوة بأنها حرص على مصلحة بلده وأهل بلده. بعد التفكير العميق وحرصا مني على استغلال هذه الفرصة الواعدة والمتاحة مع الرئيس ماكرون، دعوتكم اليوم لأقول بأنني لا أقبل بأن أستخدم سببا لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى. وبين أن يقع الظلم والأذية على أهل اللبنانيين في دول الخليج، وبين أن يقع علي أنا، فضلت أن أكون أنا، فمصلحة بلدي وأهلي وأحبائي هي فوق مصلحتي الشخصية. لبنان هو أهم من جورج قرداحي، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري. لذلك قررت التخلي عن موقع الوزاري على أن أظل في خدمة وطني حيثما أكون. أتمنى للحكومة التي أستقيل منها التوفيق والنجاح. استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 48. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال أطلق الرصاص على مركبة يستقلها شابان فلسطينيان، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وأعلن عن استشهاد أحدهما لاحقا متأثرا بإصابته.
وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال مساء أمس البلدة القديمة ونفذوا جولات استفزازية. وقبيل ساعات اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين وأجبرتهم على إغلاق محالهم التجارية وإخلاء الشوارع تزامنا مع تنفيذ عشرات المستوطنين جولات وطقوس استفزازية في منطقة القصور الأموية المطلة على المسجد الأقصى وفي ساحتي باب العمود وباب الحديدة. وفي مدينة الخليل وبلدة حلحول اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 فلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل. من جانب ثان تواصلت فعاليات الإرباك الليلي التي ينفذها شبان فلسطينيون في جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس. أغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية وسط العاصمة العراقية بغداد، هذا وبدأ من أمام بوابة المنطقة الخضراء التصعيد الجماهيري من قبل المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات. أعلنت مديرية الصحة في أربيل العراقية ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش بقضاء مخمور أمس إلى 13 شهيداً و5 جرحى. وبحسب السلطات المحلية جرى الهجوم نتيجة الفراغ الأمني الموجود في هذه المناطق وسط مطالبات بإيجاد تنسيق أمني جيد مع القوات العراقية. وفي التطورات كشفت البشمرجة عن مقتل 7 من قواتها خلال محاولة صد الهجوم. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه بحاجة إلى نحو 2 مليار دولار لإغاثة اليمنيين خلال العام القادم. وقال البرنامج إنه يقدم حاليا مساعدات غذائية لحوالي 13 مليون يمني، محذرا من أن عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات غير مسبوقة من الجوع، وأن 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من قضايا مقلقة لم يحددها بشأن الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمزمع عقدها في 24 من الشهر الجاري. وفي المشهد الليبي احتفل الآلاف من أنصار سيف الإسلام القذافي خلال تجمعهم أمام مبنى محكمة سبها بحصوله على حكم العودة لسباق الانتخابات بعد قبول الطعن المقدم من قبل محاميه. هذا وخص سيف الإسلام بالشكر قضاة ليبيا الذين قال إنهم غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت في إعلام العدو أن واشنطن نقلت إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين رسائل مفادها أنها تعارض إقدام الموساد على مفاجآتها بتنفيذ عمليات سرية ضد إيران خلال المفاوضات النووية. بالمقابل تعهد رئيس جهاز الموساد في كيان الاحتلال دافيد بارنياع بأن إيران لن تملك سلاحا نوويا ليس في القريب العاجل وليس في المدى البعيد. وفي تصريحه زعم أن طهران تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار الشرق الأوسط. قالت مصادر إعلامية من العاصمة النمساوية فيينا أن المفاوضات الخاصة بملف إيران النووي ستعلق اليوم، فيما ستعود الوفود إلى العواصم للتشاور وسط تأكيدات بحصول بعض التقدم في هذه الجولة. ويوم أمس قال علي باقر كني كبير المفاوضين الإيرانيين إن وفد بلاده سلم اقتراحه فيما يخص إلغاء الحظر والقضايا النووية،
كما أكد أن بلاده لا تتفاوت حول قدراتها الصاروخية والدفاعية إطلاقاً. تخلل اليوم الرابع من المفاوضات العديد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف. لقد أعلنا موقف طهران بشأن القضايا الرئيسية والمحورية للمفاوضات، وأكدنا على موضوع إلغاء الحظر اللاقانوني، كما حددنا لهم المعايير والضوابط الأساسية بشأن موقفنا في هذا الخصوص. قالت صحيفة كومير سانت نقلاً عن مصادر لم تحددها إن اللقاء المحتمل بين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد يتم الثلاثاء القادم. وفي تعليقه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الحديث المقبل بين بوتين وبايدن سيجري على شكل مؤتمر فيديو، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد محدد لعقد هذه المحادثات. قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن اقتصاد البلاد يتعرض لضغوط غير مسبوقة من الخارج، وذكر أنه أوعز بدراسة كيفية الرد على العقوبات الغربية. بالمقابل وصف مجلس الدوما الروسي الحزمة الجديدة من العقوبات ضد بيلاروس بغير العادلة والقاسية. من جانب آخر أعلن مكتب الأمن الوطني البولندي أن رئيس البلاد أنجيه دودا وافق على انتشار عسكريين بريطانيين وأستونيين على حدود بولندا مع بيلاروس وسط أزمة المهاجرين. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة وضع اتفاقية ملزمة بين روسيا وحلف الناتو تمنع دوله من التمدد نحو الشرق وحشد قواتها قرب الحدود الروسية. بالمقابل قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن نشاط الناتو يصعد الوضع بالقرب من حدود بلاده الغربية. وخلال مؤتمر صحفي بيّن لافروف إن جر أوكرانيا وإقحامها باللعب الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عليه عواقب وخيمة. يتحدث جميع عن التوترات المتصاعدة في أوروبا ولا سيما على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. أنتم تدركون جيدا موقفنا من ذلك كما أكد الرئيس بوتين. نحن لا نريد أي صراعات، دعونا لا ننسى المبدأ المعلن مراراً بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، بأنه لا ينبغي لأحد أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين. عرضت الدفاع الروسية تدريبات يجريها لواء المشاة ومجموعات الدبابات في منطقة القطب الشمالي وذلك بالقرب من قرية كوروزونوفو. هذا وجرى عرض القدرات القتالية للقوات الساحلية التابعة للأسطول الشمالي. فتح الجيش وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً في تحليق طائرات حربية من بينها مروحيات أباتشي على ارتفاع منخفض للغاية فوق ملعب لكرة القدم الأمريكية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وذلك خلال منتصف الشهر الفائت. مع بدء الاحتفالات بعيد ميلاد رسول المحبة والسلام السيد المسيح وسط أجواء احتفالية، افتتحت في كنيسة ماريلياس الغيور للروم الأرثوذكس في منطقة لدويلع بدمشق واحدة من أكبر مغارات الميلاد بسوريا. تراتيل ودعوات وحدت أصوات الفعاليات الأهلية في كنيسة القديس مارلياس الغيور احتفالاً بعيد الميلاد المجيد
ورأس السنة الميلادية، مستذكرين معاني الميلاد ورسالة السيد المسيح الداعية إلى المحبة والسلام، مؤكدين أن سوريا المنتصرة على أعداء الإنسانية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام، ومنها انطلق النور ليعم العالم وستبنى بقلوب محبة. قلوبنا دايما سنة عن سنة بتتجدد، قلوبنا دايما سنة عن سنة بتصير أنقى وبتصير أطهر، ومثلها بتصير تصرفاتنا ومثلها بتصير أفكارنا. في شبه كبير بحدث الميلاد باللي نحن عم نعيشه الأيام، مثل ما عم تشوفوا نحن حدث الميلاد تم بمغارة، والمغارة شوي بتشبه قبر، بس هي منا قبر، هي نبع حياة. المحبة كانت القاسم المشترك بين مختلف أطياف المجتمع السوري، تجسدت في مشاركة كافة الأطياف السورية بذكرى ميلاد رسول المحبة والسلام. الرسالة إنه عيد كون عيدنا وكل الأعياد واحد، نحن شعب واحد وكل الأديان واحدة، ما في فرق بيناتنا أبدا. الحمد لله هالسنتين فضل جيشنا وشعبنا، وجيشنا اللي واقف على خط الأمان عم بيحمينا ووصلنا لهي المرحلة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأعياد مباركة ومجيدة، وإن شاء الله يضل عم السلام بسوريا على طول. أتمنى لكل سفر بسوريا يفرح بعيد الميلاد وبعيد البربارة. اليوم احتفالنا بذكرى السيد المسيح، ولادة السيد المسيح، إن شاء الله هيك بنتمنى الأمانة عم بسوريا وترجع سوريا أحلى من الأول. على مساحة نحو 400 متر مربع في بهو كنيسة مار الياس الغيور، وبعمل تشاركي من قبل أعضاء فرقة المراسم، صنعت مجسمات لبيت لحم المقدسة التي شهدت ولادة السيد المسيح تمثل مراحل الميلاد المجيد. هاي الذكرى دائما بنحييها نحن كل سنة مثل هالوقت. هاي السنة 17 بكنيسة مار الياس، افتتاح أكبر مغارة بدمشق، ضلينا نشتغل فيها شباب الفرقة من الصغير للكبير لمدة تقريبا شهرين على مساحة أرض تقريبا 200 متر، مساحة كاملة مع الأعمال الكاملة 400-420 متر، بهمة شبابنا وهمة آبائنا هون وهمة أهل حارتنا كلياتهم. هي المغارة إلى 17 سنة نحن بنعملها كل سنة، الهدف منا أنه نوصل رسالة محبة، رسالة سلام للعالم، العالم محتاجة محبة وسلام. نحن نتمنى أنه يروح الوباء وترجع سوريا بخير وسلام. نحتفل بميلاد المجيد يسوع المسيح، لنوجه رسالة أنه مجيء السيد المسيح هو رسالة سلام. على غرار كافة المدن السورية تبادل المحتفلون تهاني وتبريكات العيد، متمنين أن يعم السلام جميع أرجاء الوطن. على رجاء المحبة والسلام اجتمع أبناء مناطق الدويلعة وكشكول وباب دوما وباب شرقي لإحياء ذكرى ميلاد رسول المحبة والسلام في كنيسة القديس مار الياس الغيور بمنطقة الدويلعة، مزينين رؤوسهم بإكليل من الوفاء لوطنهم سوريا وقلوبهم برداء من الإيمان والتقوى، متضرعين إلى الله أن تزول الغمامة السوداء عن وطنهم سوريا، راجيين أن يكون القادم أفضل. مجد مراتشي، قناة سما الفضائية، دمشق. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. تم إجراء الإسعافات الأولية وطلب الصور الشعاعية. استشهاد عشرة وإصابة آخرين من عمال حقل الخراط النفطي في اعتداء إرهابي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في مدينة أم الفحم. وبسكوف، المحادثات المرتقبة بين بوتين وبايدن ستجري عبر الفيديو ولم يحدد موعدها. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.